بالنسبة للعملية ديال استيراد الأبقار من الدول المصدرة، فكما كتعرفوا أن هذه العملية هذه كتخضع لواحد المسطرة دقيقة، بحيث أنها كتمر يعني مجموعة من المراحل. أولا قمنا كيتم استيراد ديال العجول للمغرب، فكيتم يعني واحد الاستيراد ديالها من الدول اللي مرخصها المغرب، اللي عندهم معها اتفاقيات صحية. وهاد الابقار قبل ما كتجي للمغرب يعني كيتم الحجر ديالها في الدول يعني المصدره، وكيتم الاجراء عليها ديال مجموعه من التحاليل، وكيتوقع واحد الشهاده الصحيه البيطريه اللي متفقين عليها مع الدول المصدره، عاد كيجيو هاد العجول للمغرب. وملي كيوصلوا للمغرب المرحله الثانيه، وانه يعني في النقط ديال التفتيش الحدوديه كيتم المراقبه ديال هاد الابقار، يعني كتم مراقبه ديال الوثائق، يعني ديك الشواهد الصحيه شكون اللي يعني موقع عليها، وكتسم يعني المراقبه يعني للابقار، وكنشوفوا يعني الترقيم واش داك الترقيم ديالها مطابق يعني للوثائق الصحيه. وكذلك من بعد هذه المرحله هذه كيمشيو عند يعني المحاجر المرخصه من طرف المكتب، باش كيتم الاخضاع ديالها يعني للمراقبه الصحيه، وكذلك يعني الاجراء عليها واحد المجموعه ديال التحاليل. وملي تكون هنا التحاليل ويعني المراقبه الصحيه النتائج ديالها يعني مزيانه، فعاد كيتم يعني الترخيص ديال الابقار باش تمشي تذبح يعني في المجازر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.